والله ما أخذ غير سمحان لا وش رجمل عجبني غير سمحان ميال السلام وجمال السمسم اللي بقيت في المعاصر ما تروح بعيدنا كنت تدور حلا يجمل الغدور واللي يقصر ما جمل وانت لا تغتر والوقت ميال السلام الزمان اللي ما بعده الوقت المعاصر والمسائل عندنا ما تدور محلا اول ولا تصيب وتخيب والدنيا بول والشموس الشارج ما يغيب الظلام من تجشم ظلمة الليل خذ ولا بشاير واللي كبر لقمته ما عرف يبتلى الله بجوب انا سار ما بين الدول والحكومة جيدة ما تنشوا في ظلام ما حسبنا بدة من خصيم ومن عشايب انت لا ريت القرانات يسر وابتلى عرف الصاروخ ومتى صعد ومتى نزل خطف الابصار واعمى عيوني واقتحم رمي الصاروخ قدام هدف المناير ان بغى يصعد لها وان بغى يصعدها ببيوت الجود ريت الكرم وانت نزل والبخل ما عندي بيته وفود والاقتحام الله يا طيب المجالس ويا زين المناظر في بيوت شوقتني بغى ينزلها انا يا اخوان مليت من ضرب المثل ربما كسر يا جبار وكسر ما يلام ما يريب اهديين صيحه على البث المباشر اما خذ ابن الاجواد ولا خلاه ابن مصلح قال برمال اشاره والمزال والذي مثل ابن مصلح ترونه ما يلام يا ريني كم هم كان تجينا المباشر قلت انا ذب يهلك الروح ولا خلاها بيتني ينقيد شعر مشيت على محل ما دريت ان القصايد كلام في كلام انا وش دوري في المجتمع ما غير شعر كل ما سويت بيتين قالوا علاها الميت وقف على خاطري وعلى مهل غير لو صديت وقفيت جالي من كلام والطبيب اللي حضر بالدواء ما هو بشعر قلتها لجنة الصدر قالوا علاها لا تشب الدهر وتقول مدري وش حصل انا ما ود اشهر السيف وقص العظام عن سباق الخيل جاني نتايج في دفاتر والفرس ذكي متقدمة وش الله مرسيدس يا جي من البر ما جا وش حصل ما ورد بعندنا الله يا جي للعظام انت شد زيني وجدت هالوكالة في دفاتر يا عراوي حملة المهر ما تشتلها الكواكب كلها ما تحبك يا زحل يوم انه من بدها يمسح اثر الظلام فما عاد كم نجم الضحى ضيح الضماير انه تغرب يمكن انها غرب سيد لو تبقعد لنا معنى زحل غير ما ودي نجيب المشاكل والظلام لو جحدنا ربي يعلم بما تخفى الضمائر والحكومة كل دونا نعيش أفضلنا النجوم الزاهية ما معك على بدل الله انشأ وسوى على من بعد عام وافترض ويغرب النجم من جبر الخواطر من يقوم بدوره من يحل يا عبد الواحد خذ وقفي يوم المحرم بدل حجة والحجاج قبلك ومن بعدهم اسمع الهرجي لا
صبر الخواطر بل عنك تاخذ العرج ولا حلها يا ابن المصلح والذن المهدنة الله وصل احنا صلينا التهجد وصلينا القيام اصحى من نومك وكب المفارش والسراير والفروض اللي تخلى افتحها صلاة جتني الاخبار واللي نقل علمك وصل بعد ما جهزت للرحل فضلت القيام كل ما حاولت كشف الخوافي والسراير يا ابن مصلح غايتك ما قدرت توصلها.